سيب شعيب، اهلا وسهلا. سكسكرايب ديال شعيب ماشي عيب. اشنا هي هذه الزاويه بعدا؟ الزاويه هذه الزاويه، هذه اللقطه هذه خايبه صعيبه باش تقلدها السيب شعيب. انا كنت باغي نقولها عليك ولكن والله حتى جاتني صعيبه والله ما عرفتش. شش قول لي عاود لي. نعاود لك حبيبي، هذه واحد البيسه اللي هي زوينه مخدومه لامي، الثوب ديالها خيط حرير، العبار ديالها 3 متر على متر ونص، هي والقفيطين ديالها هو كذلك لامي متر ونص على 3 متر، يعني طول والعرض كاين هنا. يعني بغيت نقول لك البيسه هاد التويب هذا ما كاينش شي بلاصه اخرى كيف كنقولوا السوق بيناتنا. قلبي على راسك سولي التويب كيف كتشوف معايا هنا، يعني خيط حرير لاصوا نازل كيرجع كيف ما بغيتي، ما كيتكمش ما والو. والثمن ديالو حتى غادي يكون واحد الثمن اللي هو ثمن زوين. اللوينات اللي داخلين فيه كما كنقولوا حنا كيف العاده راه كيبقى من الاختيار ديالك. لالا على سبيل المثال انا درت معاه مثلا هذا، بغيتي ديري حتى شي لوين اخر من غير هذا اللون، يعني عندك الحق ديري اللون اللي بغيتي. هاد اللوينات اللي كاينين فيه بغيتي تزيدي عليه شي حاجه راه ممكن، بغيتي تبطنيه راه ممكن، بغيتي ديري ليه قميص راه ممكن. بحال دابا مثلا بغيتي تبطنيه وتفتحيه، فننصحك هنايا ما ديرش ديري لوين مغلوق، ديري لوين مفتوح من هاد اللوينات اللي داخلين فيه. الا بغيتي تغلقي عاوتاني انت يا بيضاء اصلا كيف كنقولوا بلقى، تقدري ديري لون مغلوق. وبغيتي تعاوتاني كنتي شويه قمحيه ولا سمراء ديري لون مفتوح. الثمن ديالو اللي غادي نقول لكم راه هذا بوحديته كيتسحق، ماشي انا اللي كنقول، هذا بوحديته كيتسحق 2500 درهم. هذا هو اللي كنا دزنا به كيف كنقولوا هدوزام ودرنا به البوز وعشقوا شحال ديال الناس وكانوا عليه طلبات، يعني من جميع الاتجاهات ومن جميع المناطق كلشي عشقوه كلشي بغاه. علاش؟ على طوموبيل، على طوموبيل اللي فيه، على الزواق اللي كاينه فيه تما كيف كنقولوا لك الوينات اللي هما متناسقين، الوينات اللي هما ديال الوقت. القفطان ديالو تا هو كذلك اللي هو القميص، كنقولوا حنا قميص وكنقولوا قفطان، يعني لبسه دو بياس. لابي تا هو كذلك فيه 3 متر، ها هو كتشوف فيه هذا اللون هذا، كتختاري اللون اللي بغيتي وكندير لك مع هذا. ما بغيتيش هذا كنعطيك مع الساتان اللي هو حرير لاصو بحال هذا. هنا درت لك لاصو، الثمن ديالهم ديما كيبقى هو هو اللي 1700 درهم، مع العلم هذا بوحديتو 2500 درهم 300 درهم. انا ما درتش لك الثمن هذا، كلشي برومو ما كاين غير التخفيضات، يعني راس العام هذا بدينا في التخفيضات، يعني باش نشوفوا عاوتاني نغيروا الاتجاه نشوفوا خدمه اخرى. هذا بوحديتو داير 2500 درهم، ونزيد لك معاه لاصو يعني هي 2800 درهم، اليوم كنقول لك 1700 درهم. وما عنديش فيه شي حاجه كثيره اللي ما خداتش عاود ثاني تمشي مره اخرى ان شاء الله يرزق الصحه. وانا غادي نقول لهم واحد السر السي بشعيب. سيدي حبيبي هذه هي السلعه، هذه مضيم السلعه اللي كيكون بشعيب غير مخبيها، يعني ما كيبيناش كاع في مره، حيت شفتوها في دوزام قلتوا علاش ما تبيوناش لينا حتى في هذه القناه هذه. ها هي راه حتى الثمن ديالها دار لكم ثمن مزيان، ثمن جد مناسب، ثمن ديال 1700 درهم. شوفوا نتوما هالفيديو عندكم، شوفوا البياسه، دوروا السوق كامل وخليوا رميسة اخر محطه وشوفوا شحال كتستاهل. مع العلم انا كنقول لكم راه اونيك ما كايناش، واليوتيوب راه بيناتنا، اللي عندهم بحال هاد الزين هذا بحال هاد الزازا هذا يصوروا ويكذبنا. واللي بغيت نقول لكم هذا الثمن هذا علاش درنا هذا الثمن، حنا واضحين معكم وكنخبيو عليكم والو، كنقول لكم داكشي اللي كاين، يعني جميع الافكار ديالنا ولا السلعه ولا السوق ولا شنو كاين كنشاركوه معكم. هذا اختي اللي كنقول لك 2500 درهم، دابا يعني عارفين دابا البرد هذا وراس العام هذا، يعني الناس مشاو مع الجلابه ديال البرد وداكشي اللي فوق كاشمير وبريسيوزا، حنا يعني المناسبات قلالو، هذاك الشيء علاش حنا اضطرينا نديرو هذا البرومو هذا باش نشجعو حتى الناس باش ياخذوا لي بياسه نقيه وزوينه اوريجينال بثمن زوين 1700 درهم. ومال اختي هذا بوحديتو 2500 درهم. انا قلت لك السبب اللي خلانا نديرو لهاد الاثمنه هذه، انا واضح معاك شوف عاوتاني شنو كنوريك. وهاد القفيطين تو ديال لامي هذا بوحديتو الا بغيتي طرزي وتنبتي راه طرزي وتنبتي، يعني طرزي نبتي ما تخافيش منه. العبار ديالو تو 3 متر على متر ونص في العرض، اللوينات ديالو كيبان لكم متقاربين ولكن شكون كيغيرهم راه هو القفطان. انا غنوريك خاص محمد القفطان اللي داير معاه باش يبان لك الفرق ديال الالوان كيفاش دايرين، مع الصوره ما كيبان لك داكشي متقاربين، هما راه بالعكس. انا عاوتاني شوف الفيشيا هنا كيفاش داير، فيشيا الا بغيتي ديري لاختي الفيشيا ديري لي الفيشيا، بغيتي ديري لي نوار ديري لي نوار، يعني اللوينات اللي كاينين معاه قابل جميع الالوان. مع اختي غير توكلي على الله وقولي الدراري ولا الدريات يقولوا لك اللون اللي عشق. دابا سمع باش ما نطيرش عليك نخلي لك الشيء خفيف ظريف. شوف معايا عاوتاني بحال هذا هو باللوه، شوف معايا عاوتاني هذا مثلا بالموف، يعني راك دير له اللي بغيتي. ها انا خويا شوف معايا سير معايا وحده وحده. ها الاول هذا اشنو درت معاه؟ ها انا باين واقيلا كنكون لا باين واضح سي بشعيب صراحه، هادشي زاز هادشي لوس. البياسه الثانيه انا عاوتاني انا كنحاول ما يمكن نوضع الصوره، هادشي راقي هادشي اونيك اختي باين، غادي تكوني لابسه بوحدك باين. هادشي 1700 درهم عرضي على المغرب كامل اختي، غادي تكوني لابسه بوحدك راه من 2500 درهم للثمن اللي كنقول لك 1700 درهم. شوف معايا عاوتاني هذا باين باين السي بشعيب هاكاك باين، ولي الله يرحم الوالدين باين واضح. عاوتاني هذا باين
باين السي بشعل باين باين شكون عنده هاد الزاز هذا عند رميساء ثاني باين هذا باك باين ها هو شكون عنده هاد الزين هذا عند رميساء لاود قام تلقاوه عند رميساء 1700 درهم ها اختي دخلي عند نودوري راه تسير راه موجود الخير انستغرام ولا شي اليوتيوب والفيسبوك كلشي ديال رميساء يعني اي حاجه ما لقيتها هنا تلقاها هنا وبالثمن اللي بغيتي ثمن معقول والامانه توصلك حتى لعندك عاد كتخلصي ولا ما عجباتكش كيف كنقولوا حنا بعمقه توصلك حتى للدار ومازال ما تخيطاش باقي عندك الحق تبدلي وتاخذي اللي بغيتي هذا الخير كامل 1700 درهم يعني جميع التسهيلات كتلقاها عند رميساء شوف شوف على هذا الحسب ما ضركش حتى شي زعما ما حسيتي بوالو زعما خويا بشعيب بيناتنا اليوتيوب هاد البياسه اونيك خاصه عند رميساء بثمن ريزونابل الثمن ديال راس العام الثمن ديال قال لك السي بشعيب باغي يروج التكشيطه باغي يخرج على المألوف يعني الناس الاغلبيه دابا الكاشمير تويد كافيار السي بشعيب هو استغلوا هذه الفرصه هذه غادي يفوت راس العام عاوتاني كتشوف ثمن اخر كنقول لكم من دابا غادي يكون اول واحد قال لكم سنه سعيده من هذا راه حنا بدينا يلا سنه سعيده وحلوه لذيذه السي بشعيب من هنا بدينا في التخفيضات اخو محمد ان شاء الله بالصحه وراحه